إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، فلك الحمد يا الله حين نفقد قوانا فيشدنا ضعفنا إليك. أعلم يا الله أنك إذا أحببت عبدا من عبادك تبتليه، وهذا ما يصبرني على بلائك، لأني أعلم أن به خيرا لي، وأسألك أن ترزقني المزيد من الصبر وأن تضع في قلبي الرضا بقضائك. طبعا بعد المناقشات الكتيرة مع المنصرة ميرفت ورحوم الحرامي، مجردهم واقناعهم اني خلاص هترك الاسلام وهرجع للنصرانية، وبعد رفضهم اني اسافر مع الاولاد خارج مصر، اقترحت عليهم اني على الاقل اشوفهم قبل السفر. فكان رد رحوم الحرامي انه هيشوف الموضوع ده مع ميرفت ويرد عليه. ميرفت طبعا بتطبله وبتشكر فيه علشان انا اثق فيه. كان رئيس جامعة المنيا، كان قسم الشريعة الإسلامية، كان مدير الجامعة بتاعت المنيا. صدقيني كان متعصب جدا جدا، وكان ليه صور مع الإخوان، وكان ليه صور مع كان رئيس مجلس الشعب القديم ده اللي بين الإخوان. يعني الراجل ده ما جاش كده للمسيح، ده جاب معجزة، ما جاش كده بإيمان ولا دراسة ولا مقارنات ولا نونو، ده شاف الكذب بتاعهم. رئيس جامعة المنيا، قسم الشريعة، ومدير الجامعة كمان. مش عارفة بصراحة تعصب ايه اللي بتتكلم عليه وهو لا يعرف عن الاسلام شيء، وكل تاريخه سرقات واختلاسات واخلاق سيئة بشهادة زملائه في الجامعة، وبتقول انه ما جاش بدراسة ولا مقارنات. اصلا لو هو درس ما كانش هيروح اصلا للنصرانية، فمش عارفة دين ايه بس اللي هيروحوا له من غير دراسة ولا اقتناع. هو راح علشان الدولارات والهروب من قضية الاختلاس، فالكلام ده مش محتاج فعلا لا دراسات ولا مقارنات. واللي حصل بعد كده انه تواصل مع الكنيسة في مصر ووصل لهم طلبي ان عايز اشوف الاولاد قبل السفر. وطبعا جه الرد من رحومة الحرامي ان مفيش اولاد الا لما ملفي في الامم المتحدة يكمل. ومش كده كمان، ده بيقول لي لو عايزة ترجع في كلامك اوكي، اعتقاد منه اني هقول له حاضر ونعم. بس انا طنشته طبعا، وبدا اسلوبي يكون اكثر حده مع ميرفت، ودار النقاش ده بيني وبينها، وكانت بتطمني من ناحيه رحومه الحرامي وانه مش هيسيبني وان انا بنته. هو وعدني وقال لي انا مش هسيبها دي بنتي، هو قال لي كده. هو عنيف، ولدرجه هو عنيف لما زعلك كلمني. انا هو عنيف، هو في رده عنيف، يعني تحسين لا عنيف. ما هو ايه فهمي، قال لي يا بنتي ابليس بيضرب في الشك. الراجل ده غلبان قوي، هذا طيب قوي. ابليس حتى بيضربنا احنا بالشك، ان احنا ما نبقاش واثقين في ايماننا. معلش سامحيني، قول لها تسامحني، قول لها تسامحني. يعني حاسه طيب حاسه انه زعلك. قال لي خليكي معاها. عارفه يقول لي ايه؟ خليكي معاها ما تسيبهاش، خليكي معاها ما تسيبهاش. انا وقتي مشغول بيعمل لقاءات كتير، بس قال لي انا وعدتها مش هسيبها. انا كل يوم بشوف اللايف بتاعه ده بصي جميل، وبصي كأيه فرحان ازاي بالمسيح. عارفه ده واحد يقول عليه ده كان حرامي، وده كان مش عارف. مش احنا اللي بنقول يا ميرفت انه حرامي، ده القضاء يا بابا هو اللي ادانه بتهمه اختلاس اموال، ورقم القضيه موجود، اللي عايز يطلع عليه موجود على النت. واحد ساب كل حاجه من قبل المسيح، وربنا رجع له ولد وبنت من عيال يا ماما. يعني بصي امبارح بابا رحمه قال لي في ابونا من كندا، ابونا انجيلوس في كندا، بس الاسم ده ما يتعرفش بعدين اكيد. بصراحه ما اقدرش اعرف حاجه زي دي واخبيها على الناس. انت قلتي للي ما سمعش المقطع كويس ان في قسيس في كندا اسمه انجيلوس شغال في التنصير، وبيجيب لهم عيالهم كمان. وبعد البحث عرفت من موقع مسيحي اسمه الاقباط اليوم، اللي بيعرف الناس مين هو القمص انجيلوس سعد، وبيقول عنه انه كاهن كنيسة العذراء مريم والبابا اثناسيوس ميسيسوجا بكندا،
وإن اسمه بالميلاد فيليب ميخائيل مواليد 1950 من محافظة البحيرة مصر. تتجلى ثمار خدمته بحسب الأستاذ مدحت عويضة مدير تحرير جريدة الأهرام الكندي في أنه استطاع أن يجلب لميسي سوجا حوالي 25% من أعداد كل المهاجرين لكندا، فأصبحت ميسي سوجا معقل الأقباط في كندا. بس الكلام ده بقى خلوه في سركم علشان ميرفت ما تزعلش مني. بيقول ده أكتر واحد بيسعى يجيب الحالات دي وبيجيب ولادهم من مصر، بيعمل لهم حاجات تبع الإميجريشن، تبع اللي هي موضوع اللجوء، بيعمل لهم ورق معين. طيب خلاص، سفروني من مصر لكندا معايا ولادي. صعب، انت حاطة النقطة دي قدامي. ودل على لسانهم دايما انه صعب صعب صعب، وده اللي زود كرهي ليهم. وفي يوم من الايام اتصلت بيا بنتي الكبيره فبسالها عن اخواتها اخبارهم ايه وهل هم بيسالوا عليا ولا لا. ردت بكل برود قالت لي ايوه بيتر بيقول عليكي يا ريتك كنت متي وكنا ارتحنا منك. طبعا الكلام ده نزل عليا زي الصاعقه، ما كنتش متخيله ازاي طفل صغير يوصلوا لكره امه للدرجه دي. وبعدها مباشرة اتصلت بميرفت علشان اعرفها اللي حصل، وده الحوار اللي دار بيني وبينها. طيب تمام، هي سألته بتقول له انت بتحب ماما؟ راح قال لها لا مش بحبها ويا ريتها كانت ماتت. فقالت له طب ليه؟ طب قال لها لو ماتت احنا نعيش في امان ونعيش مع بعض بدل ما احنا هنا انتوا هنا وهم هناك. ليه كمية القذارة دي؟ ليه الاساوسه بيعملوا كده فيا؟ بصي افهميني، لا ثواني بس، انا مش عايزه اظلم الاس، افهمي بس هقول لك احساس الولاد ايه. ممكن ناخدها بس بالراحه، ممكن ما نخليش ابليس يعمي عينينا للدرجه دي. يا غاده افهمي حاجه اللي انت مش قادره تفهميها واللي متغميه عن عينيكي، انه ابليس ده شايف ان انت هتهربي من ايده. افهمي الكلمة دي بالإيمان. هما يعني مش هما المسلمين، إبليس، أنا بتكلم على إبليس وجنوده، قصد يوقعوكي في حفرة، ودلوقتي انت في الحفرة وعايزة تطلعي منها. هما كل مرة يسخروا كل حاجة ضدك نفسيا عشان تفضلي في الحفرة. يعني هيسخروا لي بنتي مثلا، هيسخروا واحدة مسيحية يا حبيبتي؟ لا اسمعي، يعني دلوقتي العيال على فكرة صدقيني مش حشوة من الكنيسة، بس هما العيال فاهمين، بالذات الاتنين الوسطاني. مين اللي قال لهم؟ انت مش فاهمة يا غادة، اي ام اي اب ماشي عنده ولاد تحت السن الكنيسة بتاخدهم ده قانونا. لا مش موضوع الكنيسة تاخدهم، هي الكنيسة ما خدتهمش، هما متربين عاملين زي الايتام. ما هو انا عارفه انهم زي الايتام، بس بس تحت رعايه الكنيسه، تحت رعايه الكنيسه. العيال دول مش قانونا المفروض يكونوا مع امهم؟ ماشي، وقانونا يعني معلش ماشي، انت ترضي ان هم يخسروا ابديتهم في ايماننا بقى؟ بص انا اقول لك على حاجه يا ميرفت، حكايه يخسروا ابديتهم او يكسبوا ابديتهم، معلش سوري، مش انت ولا اي حد من البشر هيحددها. انت متعصبه لدينك شيء طبيعي، والمسلم متعصب لدينه شيء طبيعي. انا بتكلم من جانب الانسانيه مش الدين. ماشي يا ماما، ما انا بقول لك دلوقتي كده المسيحيه ما فيهاش انسانيه. لا ما تقوليش على لا لا, لا 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 احنا مش احنا بقى، احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين، لكن عايزين تحرموني وتعذبوني. تحرموني لا من فين احب اعدائكم؟ بس انا عايزه ماما اسمعيني، انا احنا في انت في نظر المسيحيين او الكنيسه او المسيحيه عموما كايمان ان انت مش تبعنا. تمام، انت اسمعي، خسرتي ابديتك بمزاجك، فمش عشان القانون نخلي ولادك يخسروا الابديه، احنا بنبص لفوق مش للارض. انا امهم، انا اللي ولدتهم يا ميرفت، وانا اللي رضعتهم، وانا اللي تعبت فيهم، مش من حق اي حد ولا اي جهه ياخدهم مني. كون ان الكنيسه تاخدهم وتحتجزهم ده مش من حقه. عايز اسالك سؤال، اهدي بس اهدي، عايز اسالك سؤال واحد. انت دلوقتي
اسمعي بس، خلينا نتكلم بالراحة عشان خاطر. انت دلوقتي في مكانك وخدتي الولاد، ارجوكي استنيني لما اخلص. وطبعا اللي حواليكي، معلش انا هقولك حاجة يا غادة، ليه ما غيرتيش الورق؟ ما حدش لي دعوة، انا شخصيتي السنة الجاية لا no. لا 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 يا بابا، انا شخصيتي انا مش عايزه حد يقف معايا، انا الحمد لله هرجع شغلي وهربي عيالي، انا مش عايزه حد يقف معايا. هو انت حضرتك فاكره اني انا مش ممكن اغير اسماء الاولاد ودياناتهم وهم معاكم؟ تبقي غلطانه. انا لو عايزه اعمل كده كنت عملت كده من زمان، فمش مستنيه ان اخدهم بعدين اغير لهم. لو عايزه اقدر اغير كل حاجه وهم عندكم. هو تفتكري يا ميرفت ان انا مغلوبه على امري او مش ازاي؟ وهيمارسوا اصلا ايمانهم ازاي؟ مين انت موجوده؟ طب وايه المشكله يعني؟ ما يروحوا الكنيسه. اوديهم انت الكنيسه؟ اوديهم انا الكنيسه. على فكره اوديهم انا الكنيسه، انا مش متعصبه، انا مش متعصبه. الكنيسه عندهم اهي في اول الشارع، ايه المشكله؟ لا اكراه في الدين يا ميرفت، لو كنت بتقري القران كنت شفتي ايه لا اكراه في الدين. انا مش عايزه اقرا قران، بس انا بقرا ما بلاقيش نفسي في قصة. طيب طيب بس والله العظيم، والله العظيم يا ميرفت، بصي انا قصة ان انا ما جبتش ولادي ده مش ضعف مني، ده مش ضعف مني، بس مش عايزة الحرب تشتغل. لكن لو هي هتقعد كده ويقعد يخربوا على العيال ويقولوا سافري ونجيب لك العيال، سافري ونجيب لك العيال، طب انا ايش ضمني ان انا سافري يجيبوا لي العيال؟ اعرف منين؟ انت مش بتسافري عشان العيال، المفروض بتسافري عشان انت. انا عايزة عيالي يا ميرفا. لا بس بس برضه بس المسيح ما يرضاش ان انا اقعد متعذبة كده. طب انت يا غالي، ما انت برضه مشيتي وعذبتيه كأب عليكي. اب مين ده؟ بيحاول يرجعك. انت على المسيح. انا بيحاول يرجعك يا بنتي، وكام على المسيح. طيب تمام. انت مشيتي وعذبتيه كأب وهو بيحاول يرجعك. فهو بيعذبني، فهو بيرد لي بقى ويعذبني، بيرد لي ويعذبني. بصراحه بصراحه يا ميرفت دي مش انسانيه، دي مش انسانيه، وكل يوم بيزيد ايماني ان المسيحيه ما فيهاش انسانيه وما فيهاش محبه. اوعى تقول الله محبه تاني، انتوا بعيد تماما عن المسيح، انتوا مش مسيحيين والله. يا حبيبتي يا حبيبتي يا روحي، المسيحيه مش دين. انا عارفه انها مش دين. احنا مش يا غيبة، ارجوكي ما تتكلميش بصيغتهم، احنا مش ثلاث اديان يا ماما، ربنا مش منزل ثلاث اديان يلخبط الناس والعالم. دي مش حكمة، هو دين واحد، العهد القديم كمل العهد الجديد قفلناها. اللي امن بقى بالمسيح امن، واللي ما امنش فضلوا يهود فتعملوا دين لوحديهم. والامن بالمسيح يا ميرفت، هو ما فيش غير ربنا يا ميرفت، ربنا واحد في السماء، هو اللي سامع لي وهو اللي هيجيب لي ولادي. معلش معلش، نفسي اشوفك وحضنك وطبطب عليكي دلوقتي، انا حاسه بيكي، انا حاسه بالوجع اللي جواكي. فعلا ما فيش انسانيه والله العظيم، المسلمين احسن من المسيحيين يا ميرفت، بغض النظر عن اي حد. شايفه فيهم حاجه عدله؟ انت اللي معميه. لا لا معلش، اللي فيهم حلو يعني، اللي فيهم اللي فيهم حلو. طب ماشي ماشي، وقفوا وقفوا العيال كده في المحكمة واسألهم عايزين امكم ولا لا، انما انا من كده كده عمياني كده، امكم وحشه، امكم سابتكم، امكم ماشيه مع الرجاله، رجاله ايه؟ ده هم اللي سفله ولاد ادم، انا عمري ما حد لبسني. يا بنتي قالوا قالوا كتير، قالوا قالوا كل الزفاره بتطلع في التعليقات. بصي مين اللي بيعمل كده؟ كلاب برضه مسيحيين تبع الكنيسه. طبعا في كميه شتايم واتهامات بتجيلي في التعليقات وبحذفها، فحسبي الله ونعم الوكيل. المرأة الخاطية اللي جت تحت انا انا مش خاطية يا ميرفت، انا مش خاطية. لا انا مش انت، انا بتكلم مثل كنسلي. ليه بتكلميني على اني خاطية وقعت في الغلط؟ انا عبدت الله الواحد، ما عبدتش محمد، انا ما بعبدش محمد، محمد رسول زيه زي اي رسول. ايوه بس اتبعتي حد كذاب. مين قالك ان هو كذاب؟ مين قالك ان هو كذاب؟ ده كفار قريش اللي كانوا بيكرهوه كانوا بيقولوا عليه الصادق الامين، وانت جايه بعد اكتر من 1400 سنه تقولي عليه كذاب؟ اقول مين اللي كذاب؟ رسولك بولس، اللي قال في رساله بولس، رساله بولس الرسول الى اهل روميا اصحاح الثالث عدد 7، فانه اذا كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا ادان انا بعدك خاطئ؟ الفكره ان انا دلوقتي قضيتي خرجت من بره الدين، انا ما يهمنيش دين دلوقتي خالص.
انا ما يهمنيش دين، انا م... يا انا بنتي دلوقتي انت انا دلوقتي على ذمة المسلمين، خلاص انا مسلمة، انا مش مهم عندي داخليات الدين سواء صح سواء غلط، والله العظيم لو كان غلط مش زي الغلط اللي في المسيحيين، لو كان صدقيني غلط ابليس انا عميكي لا لا بأمانة. انا اعدائي هم اهل بيتي. بص احنا مش بالامانة مشركين زي ما مش بيفهموكي. بالامانة بالامانة انا مش طايقة الدين ده خالص، انا مش عايزة الدين، انا كل اللي عايزاه ولادي، انا مش عايزة، انا رسمت حياتي ان انا عايزة ولادي يا ومش بنتي انا هتجوز. لا بفهمك ان المسلمين اشد مننا تعصب لدينهم. طب انا عايزة اقولك حاجة يا ميرفت، معلش انا عايزة اسألك سؤال، اتفضلي. هو ليه انت بتفترضي ان انت الصح؟ هقولك ليه، ليه؟ هقولك ليه، اه هقولك ليه. خلينا نقول ان الكتاب بيشككوا فيه، وخلينا نقول ان يعني بتكلم على لسانهم هم، تمام انه عمالين يطلعوا عيوب وانا بفكرهم. طيب ماشي، لو انت معاك حق في ان انت عمال تطلع الغلطات، طب اسمعي بقى خلينا محايدين. طب ما انا عندي بحس بسندته وما بحسوش بعيد، فانت بقى اللي بيخليني احس ان نفس لا انا صح. ليه؟ نفس ان الكلام، في نفس الكلام، انا برضو بحس ان ربنا معايا وبيسندني وبيقويني، وكسبت شغلي وهرجع والحمد لله، لو عايزه هجيب الولاد هجيبهم، هجيبهم وبالقوه وبالقانون. ماشي، في بقى معجزات كده بتحصل عندهم في الجامع مثلا، خلينا بس بدون تعصب، او معجزات بتحصل في المعبد اليهودي. يعني انت انا متابعه بدخل على المسيحيه النت. عشان المعجزات؟ اه طبعا معجزات في الجامع، اصل المسلمين مش بيستخدموا الليزر ولا بيجيبوا حمام ويطيروه، لان العقيده راسخه وثابته مش محتاجه غش وتزوير لتثبيتها. انا مقتنعه بالمعجزات جدا طب جدا. ماشي ماشي، ده بقى مقتنعين هبعت لك بالمعجزات. اسمعي، هبعت لك فيديو كاميرا جوه الكنيسه بالليل والكنيسه ضلمه. خلي بالك هقول لك حاجه، اللي في كاميرات جوه الكنيس من بعد الاحداث دي كلها، بس الكنيسه مقفوله والكاميرات طبيعي بتصور بالليل. انا هوريك الفيديو النور اللي فنك وازاي النور جوه الكنيسه، وخلي بالك النور ده لو ليزر هيبقى ليه اضاءات الوان، الليزر بيبقى ليه 7 ألوان بتوع الشمس أو لون أزرق. الليزر بيبقى إضاءته مستقيمة، خط مستقيم، عشان بس إن يقعد يشككك يعني. لكن أنا هوريكي من الأيقونة طالع نور إزاي، وده تسجل في كاميرا. طيب أنا أقول لك على حاجة، المعجزة دي، المعجزة دي لما تحصل، هي مش معجزة، هي ده بيوريكي إن القديسين عايشين في الكنيسة. هي ماشي، مش معجزة، المعجزة ده دي أو كاميرا العمل صورتها الروحاني بالصدفة. ده لما بيحصل، لما بيحصل ايه اللي بيعود عليه في المجتمع؟ يعني مثلا معجزة شفاء مريض، الراجل صحي، لكن ايه النور ده؟ يعني ايه مدى الاستفادة بالنور؟ يعني النور اكتر ايه اللي لما مثلا اللوحة انت تنزل شفتي زيت الشجور يعني؟ قبل كده، ولا شفتي الحمام المنور في السماء، ولا شفتي زهور العذراء انا قبل كده؟ شفت، بس شفتي الناس الحاجات طعنت فيه وقالت ليزر، وما بيظهرش غير بالليل عشان الليزر، الليزر ما لا بيبانش غير عارفة، بالليل، في النهار لا، لا عارفة ليه دايما الزهرات بتبقى بالليل؟ عشان الليزر ما عشان يستغرش غير بالليل. طيب خليني معاكي كده، زهور العذراء سنة 67 في كنيسة الزيتون وقري عنها بقى، لأن هاي. جمال عبد الناصر شك، وهقول لك قصته. جمال عبد الناصر شك وقال لك ده ليزر. جمال عبد الناصر أمر بقطع النور، ما كانش فيه ليزر سنة 67، سوري. بعد ما قالت ان جمال عبد الناصر خاف ان يكون ده ليزر، رجعت تاني تقول ما كانش فيه على ايام جمال عبد الناصر ليزر، يعني عارفه انها بتكذب. صحيح، الكذاب نساي. يعني هما قال لك ان هما المسيحيين اللي بيحطوا كلوبات وكشافات وبتاع، الناس دي لو جبت لها المسيح نفسه مش هتآمن. تأمن بإيه بقى؟ صدقيني تأمن بإيه؟ تأمن بإن مش المسيح والله؟ هتآمن بالمسيحيين. لا، هما مأمنين بالمسيحيين الحقيقيين، مأمنين بيهم ان هما بيتبعوا السيد المسيح، بيتبعوه كرسول كان بيبشر بربنا، مش بيتبعوه ان هو بيعبدوه. انت بتبصي للموضوع من زاوية تفكيرك انت، معتقدك انت، ابائك واجدادك، فهماني؟ يعني مش عايزة تفتحي عينك ناحية ده، بنتي ناقشي، شوفي هما انا ما بيفكروا ايه. اقدرش. شفتي؟ اسمعي اه يا هو ده. ايماني، لا ايماني بيقول لي ايه، ده كذاب وابو كذاب، اه ما ده اللي بيتقال في اقدرش انا الكنائس واللي نفسيا بيقوله اخد منه كلام لانه كذاب.
يا ريت تفهمي طب ده، منشوف الكذاب يا بيقول ايه، بتقوله كلام شيطان، بس هو بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى ايوه ازاي كلام شيطان؟ نفسه. عارفه لما يجي يقول لك ايه، معلش معلش معلش، اما اعرفه انه كذاب ليه؟ لما يقول لي لكم دينكم ولي ديني، يا سلام على السماحه. ولما يجي تاني يديني قرار اقتلوا الذين لا يؤمنون بالله طيب. ولا رسوله. بالحرب انت عايز ايه؟ انت هتجيب لي ميرفت في الحرب يا ميرفت، زي 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 محاكم التفتيش والحروب، في الحرب، في الحرب حضرتك لما يجي العدو مثلا قدامك هتحط ايدك في جيبك ولا تقتليه؟ يا بنت فوقي قاتله، قاتله غير اقتله يا ميرفت. روحي ورا نبي كذاب زاني بتاع جواد. القذرة دي اللي بتسب سيدنا محمد وهو أطهر الخلق عليه الصلاة والسلام، لما تعجز عن الرد، عن ردها أي شبهة، تبدأ في السباب والشتائم وبتاع سبايا وبتاع قرف في الحروب. طيب. وتسيبي المسيح المقدس، أرجوكي مقدس عشان ما اتجوزش، مقدس عشان ما اتجوزش يا ميرفت، مقدس عشان ما اتجوزش، يبقى احنا كده كلنا أنجاز بقى، عشان سر الزيجة هو من أسرار الكنيسة السبعة، الزواج سر مقدس. ليه ما اتجوزش؟ بس المسيح يعني مش جاي ينام مع واحده عشان يخلف. مش جاي، لكن احنا اقذار، لكن احنا اقذار بنتجوز. المسيح جاي رسالة الفداء والخلاص اللي كلمك عنها من العهد القديم. يعني معنى كده الزواج حرام في المسيحيه؟ لا طبعا. طب ما هو سر من اسرار الكنيسه. ذهب وكسر واسمره يعني. طب امال المسيح ما عملش ليه الكلام ده؟ ما اتجوزش ليه؟ ما عشان مش انسان يا ماما، بشر. لا انسان، انسان وكان بيعمل حمام. يا بنتي اصبري بس، انت ايه مشكلتك يا رب؟ انا 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 سيبك من دي خالص يا بابا. كل الابواب المغلقه ارفعي عينك للسما وصلي ارجوكي. ماشي، ما انا بصلي، انا بصلي وربنا بيقول لي ما تسيبيش ولادك عشان ما تبقيش ام جحده، ما تسيبيش ولادك علشان ما تبقيش سبتي ولادك ومشيتي. الكلمه اللي بيقولوها سبتها ومشيت ازاي؟ اما انا عماله كافح عشان اجيب ولادي. ركزي دعوه بالناس، ما هم الناس مش هيحبوكي طبعا طول ما انت انكرتي المسيح. ها ان شاء الله محبه ضد المسيح. طب مش احب اعدائكم يا ميرفت؟ مش هو ده الكلام الكتاب؟ احنا بشر، احنا بشر يعني كبيره جديه يعني. معلش انت لما بتشوفي حد مسيحي وكان خلفيته مسلمه، شوف المسلمين بيشتموه قد ايه. مش بيشتموه، بيدوروا على تحشر معاهم في نار جهنم. مش بيشتموه، لا لا لا، بيدوروا على السي في بتاعه ويشوفوا بقى، ويشوفوا القضايا اللي كانت عليه والدنيا، ويبقى معروف ولكم ان تحكموا. يعني مثلا حد مثلا ماشي، لا ده بيهرب من مشكله، بيهرب من حاجه معينه. طيب. بس المشكلة ان انا ما قدموش دليل، كله كلام فرقعة، انما في ناس متقدم عليها ادلة وفي ناس واضع كام اصلا. معلش معلش، اهدي اهدي، الله ربنا كبير وربنا هيتصرف، وانا انا 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 هفكر. اهدي بس انا عايزاكي لا مش مستسلمة، مش مسلمة. بس انا مش عايزة اتكلم في الدين، يعني عارفة انا يعني ملف الدين ده خليت الملف التاني. اول حاجة هي ولادي، انا ام، وعمر ما النزعه دي هتتنزع من جوايا، ولا انس ولا جن هينزع نزعه ان انا ام طبعًا. من جوايا انا ام. ده لو القطه هتنط سبع حيطان وتجيب عيالها. ده في الكتاب المقدس بتقول لك ان نسيت الام رضاها انا. ايوه كتاب معناها استحاله، يعني معناها استحاله. فانا مش هنسى ولادي، حتى لو فاكرين وحش، حتى لو فاكرين كويس، انا مسير هتقابل معاهم وهجيبهم بطريقتي وهطلعهم. خلي بالك انا هقول لك حاجه، افهمي النقطه دي عشان من اجلها. اللي انت مش قادره تشوفيه ان طول ما انت مسلمه مش هتعرفي حتى لو ولادك عايشين معاكي تكسبيهم من جوه. مش مهم، المهم اجيبهم من بره. لا يا ميرفت، اجيبهم من بره وانا واثقه ان انا انا المهم يا ميرفت. ازاي الكلام ده؟ يا ده انا لو طبطبت عليه وبوست ونزلنا وعملنا مش عارف ايه. لا ده ولادي، ما تقولوش كده، انتوا اللي مكبرين الموضوع في دماغهم. والله العظيم الكنيسه المصريه اوسخ كنيسه. الاطفال الصغيرين اوسخ. انا بتكلم لما يكبروا. على ماذا؟ على فكره انا زعلانه من الانبا يونس. ليه؟ زعلانه منه وبدا عليه يا رب يموت. ليه؟ علشان هو اللي محتجز عيالي. لا ما تقوليش كده، هو حاطط يا رب يموت. لا لا, لا. يا رب يموت بامانه، يا رب يموت علشان هو اللي محتجز عيالي. علشان مش هيموت. لا هيموت زي ابونا مكاري، زي ابونا مكاري. يعني هو بعيد عن الموت يا ميرفت. هم بيضروني، هم بيضروني وانا بكرههم. انا بكرههم، بكره المسيحيين كلهم خصوصا اللي في مصر. انا
معلش ما تزعلش، انا هصلي من اجلك وربنا يتمجد وربنا يحلها. انا عايزاكي بقى ايه، ما تحبناش احنا، حب المسيح. انا بحب ربنا، اعملي كل حاجة فيه عشان على قناعته. انا بحب المسيح جدا جدا جدا، لانه هو ما تقوليش عليه نبي. لانه هو نبي، لانه هو نبي فعلا. ما هو انساني مرفت، انا مش عبد انساني مرفت، انا مش عبد انسان، انا مش عبد انساني، انا عبد رب المجد، عبد رب المجد. ممكن ماشي، انا هصلي ربنا. ممكن تكلمي كده قولي له انا بحبك كالنبي. انت عايز تثبت لي ان انت فعلا الاب والابن والروح القدس واحد، اديني علامه بس. صدقيني قولي له انا بحبك بس انا مش عارفه انت مين بالظبط. انا بحبك بس انا مش عارفه انت مين. ازاي يعني احب حد واقول له انا بحبك وانا مش عارفه هو مين اصلا؟ هي الناس دي بتفكر ازاي بالظبط؟ اثبت لي ان انت عايزني. انا بتجيلي افكار ان الناس دي مرتبه، الناس دي تبع شبكات تنصير، الناس دي هتاخدني تعمل فيا حاجه. صرحين اللي جوه دي الهبله بتعترف انها تبع شبكات تنصير. ارجوكي ارجوكي. صح، ايوه بتجيني افكار زي كده. ايوه يا ماما، انا متاكده ان ابني شغال شغال شغال. قوليله قوليله بتجيني افكار كده، دول تبع شبكات تنصير، دول مش عارفه ايه، دول مستعدين يدفعوا فلوس عشان يبقى هم انتصروا بشهادتي ليك. مش عايزه ده. انت لو انت فعلا حطت الناس دي في طريقي، انا عايزه اشوفك. ولو تكلميه من قلبك. انا هكلم ربنا، وانا ما يهمنيش شبكات تنصير مش شبكات تنصير، المهم اللي انا عايزاه هيحصل. سلام. 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 وزي ما حضراتكم تابعتوا معايا من اول تسريب، بدأت المساومات على اني اسافر من غير الاولاد، وعلشان هم في طبعهم الخيانة كانوا خايفين مني اني اضحك عليهم واخد الاولاد وما سافرش. وانتهت المساومات على اني صعب اسافر من غير الاولاد لعدم ثقتي فيهم ابدا، وتوقفت المفاوضات عند هذا الحد. وللعلم دي مش اول مرة يبعتولي منصرين، وان شاء الله هعرض لكم في الحلقات الجايه بعض حيل وخدع المنصرين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.